شكرا لك يا بلبل على إحضار الدهان. أرى أنك متحمس جدا لدهان جدار المدرسة مع أصدقائك. شكرا لك يا بلبل على إيجاد فرشاة لحسون. ريشة، كنت بحاجة إلى دهان أخضر لرسم بعض الأشجار؟ هذا ممتاز بلبل. عمل رائع للجميع. بلبل، أنت تشعر بخيبة أمل لأنك لم تنجز لوحتك بعد؟ فهمت، لقد كنت تساعد أصدقائك وتشعر الآن بخيبة الأمل. الشعور بخيبة الأمل أمر طبيعي يا عزيزي، دعونا نرى ما سيحدث. قرب يوصل، وعلى فكرة كمان فريد ادانا الإذن إننا نستخدم أي حاجة من الحاجات اللي موجودة في الأوضة دي كإكسسوارات لصورنا. أنا عندي فكرة، لازم ناخد صورة مميزة كتير مشان نعلقها في بيتنا لون. فكرة كتير حلوة بسمة. فكرة كتير حلوة. ها، مرحبا أصدقائي، أهلا بالجميع. أنا جرجور، أكتر محرج بضحك في العالم، جاهز للصورة التنكرية. تنكرية يا جرجور؟ جرجور، صورة تذكارية مش تنكرية. ها؟ تذكارية، بعرف. جرجور أعطتني فكرة، خلينا نتصور مع الأشياء اللي بنحبها، كل واحد منا يحمل إشي بيهتم فيه وبيشبهه عشان اللي بيشوف الصورة يعرف كل حدا إيش بيحب. دي فكرة حلوة قوي يا بسمة. أنا رح أحمل هاد الأنبوب، دايماً بستخدم واحد في المختبر. الأنبوب إلك أميرة. حلو كتير بسمة. أنا هستخدم الزينة المعمولة من الورق دي. ما أحلاكي سلمى، وإنت شو رح تمسك جرجور؟ عرفت، أنا رح أمسك مروحتي المميزة، رح أروح أجيبها اللي بتضل معي دايماً. استنوني هون. معزوزة، أنا بعرف بالضبط إيش بدك. يا سلام يا سلام، شوفوا هاي الطاقية كتير حلوة، بس يا ترى شو ممكن أحمل معاها؟ هاي الطاقية بتلبق كتير مع فرشاة الرسم تبعتك. صح، مع فرشاة الرسم، فكرة كتير حلوة بسمة. رح يصير شكلكم كتير حلو. أنا صرت متحمسة أكتر على الصورة. كده والريشة. ممتاز، أصل ساعز تقريباً يا جماعة. جرجور معك. ها، يا إكسسوارات كتير حلوة يا جماعة. جاهزين للتصوير؟ طبعاً جاهزين طبعاً. أهلاً يا فريد، كلنا جاهزين ومستنينك. قربوا من بعض. قربوا. بعدوا عن بعض. بعد شوي رح أوقف هونيك معناتها. لا، كتير بعدتوا هيك. قربوا. طب نقرب كمان شوي. لحظة، خليني أجي أساعدك، تمام؟ ممكن أشوف؟ طبعاً. جاد؟ قدم شوي لقدام. تمام.
وسلمى سلمى لليمين شوي. تمام. وقرقور. أنا بعرف كيف أوقف. قرقور. لا لازم لورا. طبعا. قرقور خليني نساعدك. قرقور هيك مكانك تمام. تمام. ممتاز. ساعدتيني كتير يا بسمة. شكرا. أنت اللي شكرا. يلا جاهزين. تمام. واحد، اثنين، ثلاثة. معزوزة وقعت الطابة. شو صار وقعت طابة معزوزة؟ استني أساعدك. جاهزين للصورة الثانية؟ بدنا نصور صورة تفكي. واحد، اثنين، ثلاثة. كثير حلوة الصورة كثير. بسمة كان بدي أوقف بطريقة ثانية. قرقور مو مشكلة، لسه عندي أفكار كتير مثالية للصور الثانية. يلا كمان تمام. يلا اتحكوا للصورة. لحظة بدي أشغل مروحتي حتى تطلع بالصورة. شوف مروحتي يا جهال. هلا بجيب لك ياها. أيوة يا سلام رائعة. يا سلام أحلى الصورة. أنا ما كنت بالصورة. اللي بعده يا شباب. ارمي الورق. ارميه. ممتازة. أحلى الصورة سلمى. كتير حلوة. صح أميرة. شوفوا لي هالصورة. من جد طلع فيه مثل الفنانين، وكله بسبب الفرشاية والطاقية يلي اقترحتهم بسمة علي. طب شوفوا لي هاي. شوفوا شكيو أنا مبتسمة للصور. صور كلها فعلا حلوة. ولا صورة أنا بتطلع على الكاميرا. سلمى شوفي ما أحلى هالصورة. حلوة أوي الصور دي. الصور حلوة صح؟ مرحبا. ربحي. آسف، أنا لم أكن أدرك أنكما كنتما تلتقطان صورة. حسناً، يمكننا أن نأخذ صورة أخرى. طبعاً فتحي. هل لاحظتما أن بسمة تشعر بخيبة أمل بسبب الصور؟ نعم، كانت بسمة متحمسة للغاية لمساعدة أصدقائها في أخذ صورة مميزة، ولم تنظر إلى الكاميرا في معظم تلك الصور. قامت بسمة بعمل رائع لمساعدة الجميع، فالصور جميلة جداً، يجب أن تكون فخورة جداً بذلك. معك حق يا ربحي. دعونا نلتقط صورة أخرى معاً ونرى ما سيحدث مع بسمة وأصدقائها. بسمة؟ حبيبتي ليه مش بتشوفي الصور معنا؟ شكلك مش متحمسة زينا. أنا حاسة بخيبة أمل. ليه يا حبيبتي؟ إيه اللي حصل؟ الصور ما طلعت مثل ما بدي. أنا فاهمة قصدك يا بسمة، طبيعي إن أي حد هيحصل على نتيجة غير اللي متوقعها هيكون زعلان. أنا كان بدي الصور تطلع كتير حلوة بس ما طلعت. بس تعرفي يا بسمة، الصور فعلا طلعت حلوة جدا، وكل ده بسببك أنت. بسببي أنا؟ أنت اللي قلت لنا نقف إزاي ونتصور إزاي، وعلشان كده الصور طلعت حلوة. لازم تكوني فخورة بنفسك. فخورة بنفسي؟ احنا مهمين وبأعمالنا فخورين. احنا مهمين وبأعمالنا فخورين. احنا بنكون مهمين بمجتمعنا مهمين. لما نساعد بنكون لطيفين. بنشارك المعلومات ونتبادل الخبرات، وبنوقف مع أصحابنا وقت الحاجة والصعوبات. حتى لو كنا أطفال إحنا طبعاً مهمين، بالعيلة وبين الأصحاب إحنا دايماً مهمين. إحنا مهمين ولهيك إحنا فخورين. بسمة، أنت كتير ساعدتيني اليوم. وفكرة أن نمسك الأشياء اللي بتهمنا كانت كتير رائعة بسمة. صح، وكمان كيف نوقف بالصور. وخليتينا نضحك عن جد بسمة. شفتي يا بسمة، كلنا فخورين بيك. شكراً كتير. أنا ما كنت عارفة أنه اللي عملته بيخليني أحس بالفخر.
أنا بحب المساعدة وأنا فخورة بنفسي. إيه رأيك أنت تختاري صورة؟ ونرجع نصورها مرة تانية وأنت واقفة قدام الكاميرا. وهي الصورة هي اللي حنبروزها ببيت تيتا نور. وأنا قرقور عندي فكرة، ليش ما نبروز الصورتين؟ لازم فكرة قرقور. تمام أنا موافق. وأنا موافق. فكرة كتير حلوة، شكراً. يلا يلا نختار الصورة. بسمة كل شي تمام؟ تمام يلا. ابتسامة كبيرة. صورة. بلبل، على الرغم من أنها لم تكتمل بعد، إلا أن اللوحة التي رسمناها معاً على الحائط مميزة جداً، وكان لك دور كبير فيها أيضاً. طبعاً، أنت ساعدتنا بإحضار الدهان والمعدات وخلط الألوان. يجب أن تكون فخوراً بنفسك. هذه اللوحة على وشك أن تكتمل لأنك ساعدت أصدقائك. فكرة جيدة يا أصدقاء. دعونا جميعاً نساعد بلبلاً في إنهاء رسوماته. إيش بتحب تعمل لما تكبر؟ يعني إيش بتحب تكون؟ نينجا. نينجا؟ بدي أصير صيدلية ودكتورة. دكتور. دكتور؟ ليه؟ عشان أعالج المرضى. ياه، يعني أنا إذا مرضت باجي عندك دكتور؟ مهندس. مهندس؟ بحب أروح المدرسة لما أكبر. ياه، تعرف المهندس شو بيعمل؟ شو بيعمل؟ بيعمل بيت ماما. عن جد؟ كتير حلو. دكتورة أسنان. ممتاز. بحب لما أكبر أصير مضيفة طيران. مضيفة طيران، يا سلام. مرحبا فيكم بمغامرات الرياضيات مع الموزوي. اليوم رح نتعلم عن ثقيل وخفيف. يا سلام. أنا آسفة إلمو، بس أنا شكله كتير متحمسة. عملت طيارة ورقية من الورق ومن عيدان الخشب وطلعت طيارتي خفيفة مثل الريشة. وهي طيارة إلمو الورقية، وأنا كمان عملتها من ورق وعيدان خشبية، بس إلمو لزقها بشوية أحجار ملونة للزينة. خلونا نطير طيارة إلمو الورقية. ليش طيارة إلمو ما طارت مثل طيارة زوي؟ يمكن من شان الأحجار اللي استخدمتها لتزيين طيارتك إلمو. هدول الأحجار خلوها تصير تقيلة والهواء ما رح يقدر يطيرها. كلامك مزبوط زوي. الإشي الثقيل صعب نحمله، صعب نحمله، صعب نحمله. الإشي الخفيف سهل نحمله، سهل نحمله. يا سلام. كأني سمعت حدا قال ثقيل وخفيف. مرحبا، أنا صديقكم المحبوب قرقور، وأنا أكتر واحد ممكن يحكي لكم عن الفرق بين ثقيل وخفيف. شكراً قرقور. شكراً قرقور. هذا الدلو فيه مي حتى أتحمم. برأيكم كيف رح يكون الدلو، ثقيل ولا خفيف؟ ثقيل. أظن إنه معكم حق، هذا الدلو ثقيل. وهلأ صار الدلو خفيف. الرفع هو الطريقة الوحيدة لنعرف إذا كان الشيء ثقيل أو خفيف. سؤال رائع يا إلمو. تعال عند الباب الدائري. هذا ميزان بيخلينا نعرف وزن الأشياء. دايماً بتنزل كفة الميزان اللي بكون عليها. مين أثقل، فيل واحد ولا دجاجة واحدة؟ فيل واحد. مظبوط، الفيل أثقل من الدجاجة، لهيك كفة الميزان نزلت لتحت. بس شوفوا شو بصير إذا
واو، هاي أقوى دجاجة بشوفها بحياتي. شفتي شو صار؟ إذا بدنا كفة الميزان اللي عليها الفيل ترتفع، لازم نلاقي أشياء ثقيلة ونضيفها لكفة الميزان اللي عليها جوجو. كتير حلو اللي تعلمناه. عم نتعلم كل شي عن ثقيل وخفيف، ثقيل وخفيف، ثقيل وخفيف. عم نتعلم كتير أشياء عن ثقيل وخفيف. سؤال، إذا كان عنا شي وزنه ثقيل، كيف ممكن نخليه خفيف؟ يوهو، تعالوا هون، رح أشرح لكم كيف رح نخلي وزن شي ثقيل أخف. رح أوصل هدول الوحدة، تنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، خمس بطيخات لأصدقائي، بس عرباية التوصيل كتير كتير ثقيلة. ما في مشكلة، رح أطلع منهم كم بطيخة من العرباية. تعالي لهون، استنوني يا بطيخاتي. بس ما استني شوي، قرقورة عم بيحاول يخلي عرباية التوصيل خفيفة. وهلأ وزن العرباية صار خفيف، ورح أوصل هدول البطيخات لعند أصحابي. لساتها ثقيلة، بس شو هاد، رجعت زي ما كانت قبل شوي. مرحبا قرقور، بدك تساعدني بتوصيل البطيخ لأصحابنا؟ يا ريت يا بسمة، بس أنا قرقور خليت عرباية التوصيل أخف حتى أعرف أدفعها. وسلة البطيخ هاي كمان خفيفة وبقدر أحملها. خلينا نروح، يلا نروح، يلا نروح. مبسوطة إنه قرقور لقى طريقة تخلي عرباية التوصيل أخف لحتى يقدر يدفعها. المتعلم كتير أشياء عن ثقيل وخفيف، إلمو عنده فكرة لحتى يخلي طيارته الورقية أخف. اتعلمنا شي جديد بالرياضيات، بيساعدنا نلاقي طرق جديدة للألعاب. تعلمنا عن ثقيل وخفيف، ثقيل وخفيف، ثقيل وخفيف، ثقيل وخفيف، ثقيل وخفيف، ثقيل وخفيف، ثقيل وخفيف. مرحبا، هلو، بونجور، أنا أميرة وبحب أتعلم لغات مختلفة، واليوم رح نتعلم نحكي كلمة وجه باللغة الإنجليزية والفرنسية وبلغة الإشارة كمان. تعرفوا؟ إحنا منقدر نعبر عن أحاسيسنا ومشاعرنا من خلال تعابير الوجه. أحياناً نبتسم بس نشعر بالفرح، وأحياناً بنبكي لما نشعر بالحزن، بس هاي المشاعر كتير طبيعية. يلا نبدأ. الوجه بالإنجليزي يعني face. احكوا معي، فيس فيس فيس. حلو كتير، وهلأ أصدقائنا رح يعلمونا نحكي كلمة وجه باللغة الفرنسية. فيزاج فيزاج. شكرا كتير إلكم، وهلأ صديقتنا ملك رح تساعدنا نتعلم كلمة وجه بلغة الإشارة. وجه وجه. يلا حاول. وجه. شكرا كتير صديقتنا ملك، شفتوا قديش حلو؟ هيك منكون تعلمنا كلمة وجه بالإنجليزي فيس، وبالفرنسي فيزاج، وبلغة الإشارة كمان وجه. أنا بستمتع كتير لما أتعلم كلمات جديدة بلغات مختلفة، بتمنى أنتوا كمان تكونوا استمتعتوا. استنوني مع كلمات جديدة المرة الجاية. وين عمو ساعي البريد؟ وينه؟ تأخر علي. ها؟ جاد؟ شو عم تعمل؟ بشو عم تستنى؟ أهلاً قرقور، أنا عم بستنى ساعي البريد، تأخر كتير، بدي أبعت هاي الرسالة معه لابن عمي سالم، عرفته صح؟ شوف، يمكن بنقدر نبعتها بطريقة تانية. كيف يعني؟ أيام زمان كان في حمام اسمه الحمام الزاجل. كان بيحمل الرسائل وبيقدر يوصل رسالة من شخص للتاني. يا سلام، حلو كتير، بس يا ترى قرقور لسه لليوم في حمام زاجل؟ أكيد، أنا قرقور خبير في مسابقات الحمام الزاجل. مسابقات الحمام الزاجل؟ وين هاي؟ في ببلاد كتيرة،
ومعروفة أكتر إشي بمصر والمغرب والعراق. يا سلام يا سلام، حمستني كتير على فكرة، بس يا ترى كيف يدربوهم ليعرفوا لوين يروحوا؟ ها ها، شوف الخبراء اللي مثلي أنا جرجور بيقدروا يدربوا الحمام إنهم يحفظوا موقعين، وبنعطيهم أكل ومي وبيوت صغيرة بكل موقع. صح، كنت رح أنسى رسالتي على فكرة. ها ما تقلق، عندي حمامة زاجلة ممكن تاخد رسالتك لابن عمك. فكرة كتير حلوة، شكرا شكرا جرجور. ها؟ ها؟ مين ها؟ أهلا أهلا. آسف على التأخير، بس كنت لابس ساعتي بالشقلوب. جاد وين رسالتك؟ عمو ساعي البريد، هالمرة رح أبعت رسالتي مع الحمام الزاجل. صحيح، الحمام الزاجل رح يطير برسالتك للعراق. بس يا جرجور، أنا ابن عمي بالشام مو بالعراق. ما تقلق، عندي حل تاني. ساعي البريد، لو سمحت ممكن تسلم هاي الرسالة لابن عم جاد بسوريا؟ أكيد جرجور، أنا رح أخدها. يا سلام. شكرا شكرا عمو ساعي البريد، وأنا رح أكتب رسالة تانية لحتى أخبر ابن عمي بسوريا عن مسابقة الحمام الزاجل يلي بالعراق. هيا بنا نتعرف عدد اليوم. ترى ماذا سنعد اليوم؟ كتب. دعونا نعد كم كتابا يوجد على الجدار. هيا يا أصدقائي، فلنبحث ونعد معا. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. أحسنتم يا أصدقائي، وجدنا ستة كتب على الجدار. عدد اليوم هو ستة. من شيء قديم لشيء جديد، حاجات بتعملها بالإيد، عندك حاجات مش محتاجها استعملها هتستفيد، ما تخليهاش بنفسك، اعملها بنفسك. النهاردة أنا وإلمو هنعمل لعبة تركيب الأشكال في أربع خطوات بسيطة. إلمو بحب لعبة تركيب الأشكال. أنا كمان يا إلمو. كل اللي هنحتاجه هو قطع من الورق المقوى، مقص، وأقلام تلوين. سلمى سلمى، نقدر نستخدم أي قطعة من الورق المقوى؟ نقدر نستعمل كرتونة مش عايزينها من البيت، زي مثلاً غلاف الدفتر أو علبة. أولاً هنرسم أشكال على قطع الكرتون، ونقدر نستعمل غطاء علبة الأحذية أو أي حاجة عندنا تساعدنا على رسم الأشكال. أولاً هرسم شكل المستطيل. إيمو بيعرف إنه المستطيل له أربع أضلاع. والشكل الثاني تقدر تعرفه؟ هذا مثلث. هايل يا إلمو، وعلشان أرسم شكل دائري هستعمل كوب. حلو كتير الدائرة. وكده فاضل نقصهم، هنحتاج حد كبير يساعدنا لما نعمل الخطوة دي، وبعدين هنحدد الأشكال اللي عندنا على أكبر قطعة من الكرتون بتاعنا. إلمو تقدر تلون قطع لعبة تركيب الأشكال؟ إلمو رح يزين الأشكال بألوان المفضلة. أزرق، أخضر، أصفر، بنفسجي، أحمر. يلا نلعب اللعبة. لازم نحط الأشكال في مكانها المناسب على الكرتونة الكبيرة. الدائرة هون، المستطيل، النجمة، المربع، والمثلث. ياي، إلمو عرف مكان كل الأشكال. هايل يا إلمو، ويبقى عندنا لعبة تركيب الأشكال. أتمنى تكونوا استمتعتوا بصنع اللعبة معانا زي ما احنا استمتعنا معاكم.